طوارئ في الجبلية استعدادا ليه كان 2019. ده شيء طبيعي جدا، انت مقبل على بطولة كبيرة جدا، خدتها او هتنظمها في وقت ضيق قوي، بالتحديد من شهر واحد تم الاعلان بشكل رسمي ان مصر هي اللي هتنظم البطوله بعد استبعاد الكاميرون واعتذار المغرب، فبالتالي مصر خدت الملف. فبالتالي في استعدادات كبيره جدا جدا على جميع الاصعده وجميع الجوانب الخاصه بالاستادات، سواء كيفيه دخول الجماهير للاستادات او للملاعب او للمدرجات في مباريات الامم الافريقيه، كمان فيما يتعلق بأرضية الملاعب. ده هيكون شيء مهم قوي 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 ان احنا نظهر بالشكل المناسب، لان احنا كنا بنتريق بصراحة على الملاعب في افريقيا لما في الجابون مثلا اخر بطولة كانت ملاعب سيئة قوي وادت لإصابات عدد كبير من اللاعبين في مختلف المنتخبات. فمهم قوي ان انت تكون مهتم بكل كبيرة وصغيرة، وفي الحقيقة هم ماشيين بشكل جدا حتى الان، يعني سواء المهندس هاني ابو ريدة او كمان كابتن محمد فضل مدير البطولة، ف في تنسيق كبير جدا من قبل المهندس ثاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع الجهات الامنيه من خلال التواصل معاهم للتنسيق فيما يخص حضور الجماهير، وخصوصا ان من المتوقع طبعا ان كل الاستادات تكون مليانه في بطوله الامم الافريقيه. ده اكيد ان شاء الله هيحصل، لان الكل عايز يتمتع باللاعبين الموجودين بشكل عام، بخلاف مصر طبعا ملاعبها اكيد او مبارياتها هتكون مليئه بالجماهير المصريه. وباذن الله باذن الله نشوف مظهر يفكرنا ب 2006 بطولة الأمم الأفريقية 2006 اللي فازت بها أو فاز بها المنتخب المصري، ونشوف يعني منظر يكون رائع وحضاري بالنسبة لكل الجماهير المصرية اللي هتحضر بإذن الله هذه المباريات. استعدادات قوية جدا، أتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم بطولة وحدث هام جدا يكون رائع وواجهة مشرفة وحضارية أمام العالم كله اللي هيتابع هذه البطولة بكل تأكيد.